بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ثابت المناني عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، ولقد ردت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب له زبيبة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحد منكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي: يا صاحب الحائط ثلاثة، فإن أجابه وإلا فليأكل. وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فينادي: يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب. والضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثا، وإذا أتى قوما فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. فحديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وذكرها صاحب ترتيب المسند في باب الاستئذان ثلاث مرار فإن لم يؤذن له فليرجع. ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أيده فيه أبي بن كعب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هذا ذكره أبو موسى الأشعري كما ذكرنا في الحديث السابق، ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، فلما ذكره فقال: لتجيئن ببينة على هذا الذي تقول وإلا أودعتك. فأتى له بشاهد له أبو سعيد الخدري، وجاء أيضا أبي بن كعب وقال هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاثة فإن لم يؤذن فيرجع، ولا يستأذن الإنسان أكثر من ذلك. وإذا ذهبت إلى بيت أخيك تستأذن عليه، إذا لك أن تستأذن ثلاثة، بترن الجرس، بتخبط على الباب، بتقول السلام عليكم إن كان يسمعك، فلك ثلاث مرات، ومن حقه أنه يأذن ومن حقه أن لا يأذن. فربنا سبحانه تبارك وتعالى قال: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فإن قال ارجع يعني هو قبلك، ولا قال ارجع مش فاضي يبقى ترجع، وهذا أزكى وأطهر لك أن ترجع من أن تصر على أن تكون معه. وهنا حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة، سعد بن عبادة أنصاري خزرجي وهو سيد الخزرج رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا واستأذن عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه سعد من وراء الجدار من وراء بيته فقال: عليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان غرض سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول السلام عليكم بأدعاء له، كل شوية يقول السلام عليكم ورحمة الله، يبقى دعاء بالسلام والرحمة وبالبركة، هو ظن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر المرة الثانية فسعد فعل نفس الشيء، كرر المرة الثالثة ففعل الشيء نفسه سعد رضي الله عنه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا استأذن ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، فسعد يسمع ويجيب في السر لا يرفع صوته. وهنا رد السلام لا يكون في السر، إذا إنسان ألقى عليك السلام ينبغي أن ترد عليه السلام تسمعه، لأن هذا المقصود أنك تدعو له بالتسليم تسلم عليه،
فترفع صوتك فيرد عليك أيضا رافعا صوته ما هواش خافضا صوت. فهنا سعد خفض صوته حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكثر من التسليم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة واتبعه سعد أو أتبعه سعد يعني من ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو بنفسه ذهب فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني يعني أنا سامع التسليمات بتاعتك كلها ما مش كنت إن أنا مشغول ولا شيء لا أمال ما ردش ليه قال ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة إنك تقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ ثواب كتير ببركة دعواتك. هنا ما أنكرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجره عن هذا الذي صنع ولكنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم العالي الكريم الرفيع أنه الأمر سهل الأمر سهل ودخل معه صلى الله عليه وسلم وأكل عنده صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا أنه دخل صلى الله عليه وسلم البيت فقرب له زبيبا يعني أطعم النبي صلى الله عليه وسلم زبيبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ دعا لهم عليه الصلاة والسلام وقال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائم. ففيها دعوة لصاحب الطعام الذي يطعمك أطعمك طعاما قليلا أو طعاما كثيرا فتدعو له. فسعد أطعم النبي صلى الله عليه وسلم زبيبا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات أكل طعامكم الأبرار أكل طعامكم الأبرار. الدعاء دعاء عظيم لمن يتفهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قد يأكل طعامك البر وقد يأكله الفاجر. الإنسان الفاجر يأكل طعامك تكون خسارة عليك ويطلع ما يدعوش لك ويمكن يفضحك ما أكلنيش حاجة ما عملنيش حاجة. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن الأبرار هم الذين يأكلون طعامك. وكان يقول لأصحابه فيعلم أحدهم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي لا يأكل طعامك إلا تقي. يعني لما تعزم حد اعزم إنسانا تقيا تؤكل هذا الإنسان تأخذ ثواب في أنك أطعمته وأيضا بركة حضور هذا التقي إلى بيتك. زيد على ذلك أنه سيدعو لك زيد على ذلك إذا رأى منكرا في بيتك لا يخرج فيضحك بهذا الشيء الذي رأاه فيكون وجود الأتقياء في بيتك كضيوف هذا من أفضل ما يكون. فكان الدعاء بأن الذي يأكل طعامك يكون البر حتى تنتفع بثواب أنه أكل عندك وأيضا ببركة دعاء هذا الإنسان البر. فالدعاء هنا أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الدعاء بأن الملائكة تدعو لكم. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخبر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هذه دعوات الملائكة الطيبة. فخلقهم الله عز وجل وجعلهم حول عرشه سبحانه وتبارك وتعالى يسبحون بحمد ربهم. هؤلاء الملائكة يسبحون بحمد ربهم سبحانه مسبحين مقدسين ربهم سبحانه منزهين ربهم عن كل عيب سبحانه وتبارك وتعالى داعين للمؤمنين. يبقى هنا شغلة هؤلاء الملائكة التسبيح بحمد ربهم سبحانه والدعاء للمؤمنين بهذا الذي ذكر الله عز وجل في سورة غافر. هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلت عليكم الملائكة أي ودعت لكم الملائكة دعت لكم ربكم سبحانه بأن يرحمكم وبما ذكرنا في الآية. قال وأفطر عندكم الصائمون دعاء مقصود أفطر عندكم الصائمون. لما قال أكل طعامكم الأبرار قال أيضا وأفطر عندكم الصائمون يعني كأنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه أن يجعل بيتك مكان لإطعام الجائع الصائم ونحوه. الصائم إذا حضر عندك وأطعمته لك أجر عظيم فضلا عن أنك تكون إنسانا كريما إلا حيدعو الصائم على يأكل عنده وفرق بين دعاء الصائم وغيره. الصائم جائع اليوم بحاله ما أكلش. الإنسان اللي معزوم يمكن أكل من شوية وجاي بيأكل كده أكلات بسيطة مجاملة لك لكن الصائم جائع. الصائم دعوته مستجابة فيدعو ربه سبحانه فيستجيب الله عز وجل لدعوة هذا الإنسان الصائم.
لك أجر صيامه، هو صام يومه ولعلك لم تصم وتطعم هذا الصائم فيكون لك أجر صيامه من غير ما ينقص من صيام من أجر صيامه شيء، فيكون كل هذا الخير من وجود الصائم في بيتك، من كونك تتعود على الكرم في إطعام الجائع وتأكيل الصائم، في أنك يكون لك أجر مثل هذا الإنسان الصائم، يكون لك بركة دعوة هذا الصائم، هذا شيء عظيم جدا في الدعاء. فالدعاء كأنه يدعو لك بأن تؤجر أجرا عظيما جدا، أجرا من فعلك وأجرا من فعل غيرك أيضا حين يأكل عندك هذا الصائم. ففيه من السنة أنك تدعو لمن أطعمك في بيته بمثل هذا الدعاء الجميل: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائم. الحديث ده المذكور في المسند بهذا الترتيب، وفي رواية أخرى بترتيب آخر غير وأفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، نفس المعنى. حديث آخر لأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحد منكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي يا صاحب الحائط. إذا أتى أحدكم حائطا، بستانا يعني أو حقلا، إذا جاء إنسان بشرط أن يكون جائعا، إنسان جائع وما فيش حد يبيع له أكل وما قدموش إلا هذا الأشياء المزروعة أمامه في الحقل ولا الثمار الموجودة في البستان، وهو جائع محتاج لأن يأكل، إذا في هذه الحالة يعمل إيه؟ ينادي على صاحب البستان، ينادي الإذن هنا، يستأذنه فيسلم ثلاث مرات وينادي على صاحب البستان المناداء يا صاحب الحائط، قال فلينادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليأكل. المعنى إنك أنت جائع ولا أحد يبيع الطعام في هذا المكان، لو في حد يبيع الطعام ما أنتش محتاج إنك تأكل من حديقة إنسان من غير إذنه، يبقى تشتري الطعام من مكان شراء الطعام، لكن لا ما فيش، يبقى على ذلك هنا تنادي على صاحب البستان بصوت مرتفع مسلما على أهل المكان مناديا عليه، فإن كان موجودا وخرج إليك استأذنته، يبقى هنا كونك تستأذن صاحب البستان دليل على أنه يملك أن يعطي ويملك أن يمنع. قال فإن أدابه وإلا فليأكل، يعني إن لم يجبه صاحب البستان مش موجود، ما فيش حد موجود في هذا المكان وهو جائع يريد الطعام محتاج مضطر، يبقى يأكل بعضا من الثمرات اللي موجودة، بلحا ونحوه، يأكل بعضا من الحبوب اللي موجودة، يبقى يأكل شيئا يسد به رمقه ودعاه. الأمر نفسه، إذا مر أحدكم بإبل، هنا كان جائعا وكان عطشانا يريد أن يشرب وعايز من ألبان هذه الإبل، ده الشيء اللي يسد دوع هذا الإنسان في هذا المكان، فقال صلى الله عليه وسلم فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، يبقى مدش إيده على حاجة قبل أن ينادي على صاحب المكان. فإذا أجابه صاحب الإبل قال صلى الله عليه وسلم فإن أجابه وإلا فليشرب، فإن أجابه وإلا فليشرب، يبقى هنا هذا المضطر المحتاج لهذا الشيء ينادي على صاحب المكان لأنه مش هيلاقي غيره يطعمه في هذا المكان اللي هو فيه، فإذا أجابه خرج وجده استأذنه أنه يسقيه من لبن هذه الإبل، إذا لم يجد أحدا وهو مضطر ومحتاج يبقى على ذلك يجوز أن يمد يده ويأخذ شيئا من لبن الإبل فيشربه يسد بذلك دعاه. قال صلى الله عليه وسلم والضيافة ثلاثة أيام، والضيافة يعني إذا نزل إنسان ضيفا على إنسان خاصة إذا كان جاي من سفر بعيد فله ضيافته ثلاث أيام، فما زاد فهو صدقة، فما زاد فهو صدقة، يعني ليس له أن يحرج صاحب البيت بأنه يمكث أكثر من ذلك، ضيف قريب جاي من بعيد يبقى على ذلك له علي حق أني أضيفه ثلاثة أيام. إذا كان هذا الضيف إنسانا غنيا ويجد مكانا فندقا ونحوه يبقى على ذلك لا يضيق على أهل المكان، لكن إذا كان لا يوجد كالذي ينزل في قرية ما فيش فيها مكان ينزل فيه إلا عند هذا القريب، يبقى هذه الضيافة واجبة في هذه الحالة أن يستضيفه يوما وليلة إلى ثلاثة أيام ولياليه. قال فما زاد فهو صدق. وعن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثا، كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثة، ده محمول على أنه يريد أن يحفظ هذه الكلمة إذا أراد، وإلا ما كانش في كل حديث كل ما يقعد يحدث حديث يقوله ثلاث مرات لا، ولكن إذا تكلم بكلمة كأن هنا مقتضى هذه الرواية شيء محذوف،
مقصود منه إذا تكلم بكلمة فأراد أن يحفظ هذه الكلمة وأراد أن يحفظ هذا الحكم يعيده 3 مرات حتى يفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يحفظ ذلك. فقال كان إذا تكلم بكلمة رددها 3، وإذا أتى قوما فسلم عليهم سلم عليهم 3 صلوات الله وسلامه عليه إن تسليم على الجميع حتى يسمعوه، حتى يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعوا من المرة الواحدة يكتفى بهذا الشيء، ولكن إذا لم يسمع إلا بالثلاث فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد أتى على أقوام وسلم عليهم ولم يقولوا أنه سلم عليهم 3 مرات، فمحمول على أنه أسمع بالمرة الواحدة، إن لم يسمع فله أن يسلم الثاني والثالث. من الأحاديث ما ذكره هنا شارح المسند في باب ما جاء في المصافحة والالتزام. المصافحة مأخوذ من صفحة اليد، وضع الصفحة على الصفحة، تمد إيدك يعني تسلم على أخيك المسلم. الالتزام الاحتضان، يعني يحتضنه ويعتنقه ويقبله. ذكر حديثا لأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقة أينحني له؟ مسألة الانحناء اللي معروفة عند الكفار أنه ينحني أحدهم للآخر، وعند العرب كان يعرفون هذا الشيء، والمسلمون مع سفرهم لبلاد الكفار كانوا يرون هذا الشيء، أن الواحد يقابل التاني ينحني له، يهز رأسه له وينحني. هل نفعل ذلك؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أينحني له؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال فيلتزمه ويقبله، أما يقابله في الطريق يأخذه الحض ويقبله؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم. قال نعم إن شاء إن شاء. يبقى هنا التسليم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا حسن وجميل تسليم. فإذا زاد أنه سلم ووضع يده في يده سلم فصافح، فهذا أيضا حسن وفيه أجر وفيه مغفرة كما يأتي في أحاديث. لكن أنه ينحني له لا، قال لا صلى الله عليه وسلم. يبقى لا ينبغي أن المسلم يقابل المسلم فينحني له، ولا أنه يلتزم فيقابله، لكن هذا محمول على المقابلة اللي على طول، كل ما يقابله في الطريق يأخذه بالحضن ويسلم عليه. إنما إذا كان قادما من سفر فهذا جائز أنه يلتزمه ويقبله ويسلم عليه، أو إذا كان الإنسان غائبا عنه غيبة وقد يكون حاضرا ليس مسافرا ولكن فترة طويلة لم يره فقابله فله ذلك. أما إنه كل ما يقابله يسلم عليه ويأخذه بالحضن ويبوسه، ما هيش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك وهو حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله أن يحضر دعاءهما. ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه، هنا قد يلتقي المسلم مع المسلم وقد يلتقي المسلم مع الكافر، فهنا سلم المسلم على المسلم ففيه الأجر العظيم. طيب مد إيده سلم على الكافر، هل فيه هذا الأجر؟ لا، ما ذكرش أنه فيه هذا الأجر، إنما الأجر في تسليم المسلم على المسلم المصافحة باليد. فقال هنا إلا كان حقا على الله أن يحضر دعاءهما، والله سبحانه وتبارك وتعالى هنا حضور الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا الدعاء كأنه بمعنى أن يجيب هذا الدعاء الذي يدعو أحدهما الآخر، وإلا فالله عز وجل مشاهد لكل الخلق في كل وقت سبحانه وتبارك وتعالى. فكان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما، يعني بالمغفرة وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى أنه مشاهد لهذا الدعاء، ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر له، ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. يبقى هنا تسليم باليد المصافحة فيه أجر عظيم جدا، أن تتساقط الذنوب وأنت بتسلم على أخيه، والله عز وجل يغفر للإثنين إذا كان هذا التسليم من أجل البركة ومن أجل التسليم ومن أجل أخذ الثواب. في حديث آخر ذكره الإمام أحمد هنا قال الراوي لقيت البراء ابن عازب فسلم علي وأخذ بيدي، والراوي أو اللي بيذكر ذلك عن البراء اسمه أبو داود، قال لقيت البراء بن عازب فسلم علي وأخذ بيدي وضحك في وجهي. البراء بن عازب بيسلم عليه وأخذ بيده تسليم وبش في وجهه، وقال تدري لما فعلت هذا بك؟ ليه أنا بسلمت وبسكت إيدك وضحكت في وجهك؟ قال قلت لا أدري، ولكن لا أراك فعلته إلا لخير. هذا صحابي فاضل، هتعمل ليه وأنت صحابي إلا لخير تفعله؟ قال إنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو ففعل بي مثل الذي فعلت بك،
فسألني فقلت مثل الذي قلت لي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده ولا يأخذه إلا لله عز وجل، ولا يأخذه إلا لله عز وجل. يعني دائما أمر النية تكون مستحضرها في كل عمل من الأعمال، في كل قول من الأقوال، حتى السلام وأنت تسلم على أخيك مستحضر أن هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: ولا يأخذه إلا لله عز وجل، لا يتفرقان حتى يغفر لهما، لا يتفرقان حتى يغفر له. طبعا هذا يعم الرجال مع الرجال والنساء مع النساء أيضا نفس الحكم. حديث آخر لعبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا رجل مدني مولود في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين يبلغه حديث إن في واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سمعه منه، جابر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم يسافر شهرا كاملا، يشتري جمل مخصوص عشان يسافر عليه، وسافر شهرا بس عشان يسمع هذا الحديث اللي احنا بنسمع 100 حديث في الجلسة الواحدة من غير ما نتعب في سفر إليه ولا شيء. يسافر شهرا كاملا عشان يسمع حديثا واحدا، ما الحديث بلغه خلاص، عرف الحديث بلغه، ولكن أراد علو السند، علو السند بدل ما يكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حدثني ويمكن في واحد تاني في النص وبعد ذلك هذا الرجل، لا أنا مشافهة على طول أسمع من هذا الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي فاضل عبد الله بن أنيس، سمع هذا الحديث فذهب إليه. فقال: فقلت للبواب قل له جابر على الباب، يعني جاء لعبد الله بن أنيس مسافر شهرا كاملا يوصل على باب بيته ويقول للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله، يعني جابر ابن عبد الله، فقال قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني، خرج يعني كأنه ملحقش يلبس ثوبه من شدة اشتياقه لصاحبه، فجرى إليه ثوبه بعضه على جسده والبعض على الأرض كأنه بيدوس على ثوبه يلحق يسلم على جابر بن عبد الله. قال: فاعتنقني واعتنقته، في أن الصحابة كانوا إذا سافروا قابل أحدهم أخي فأخاه فيعتنقه. قال: قلت حديث بلغني عنك، فخشيت أن تموت، أو قال له في القصاص، الحديث ده في القصاص اللي هو مسافر مخصوص عشانه، إن الحديث بلغه وعرف هذا الحديث ولكن سافر ليسمعه منه رضي الله عنه. قال: فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. شوف الحرص على العلم، خايف ألا تموت أنت وما لحقش أسمع منك ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بلغه، أو أموت أنا فيضيع علي سماع هذا الحديث الذي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ده عبد الله بن أنيس المحدث، قال: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما، عراة عريانين، غرلا كما خلقهم الله عز وجل غير مختونين، بهما ما حلتهم شحات ما فيش معهم مال ولا شيء. قال: قلنا وما بهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، يسمعه من قرب، يعني كل الناس يسمعون هذا الصوت كأن صوت قريب منهم، هذا الصوت الله عز وجل يناديهم فيسمعون صوته سبحانه، يقول: أنا الملك، أنا الديان، الديان يعني المجازي الذي أجازي منه، مالك يوم الدين سبحانه وتبارك وتعالى، أي يوم الجزاء، فأنا الديان يعني أنا اللي أحاسب وأجازي كل واحد منكم على عمله. ولا ينبغي لأحد من أهل النار، ده من كلام رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه. الله عز وجل حكم عدل، أهل النار حيدخلوا النار، بس استنوا مش حتدخلوا، لو لكم عند واحد من أهل الجنة شيء لكم عليه دين من الديون عمل فيكم حاجة في الدنيا، القصاص قبل ما تدخلوا النار لعله بهذا القصاص تنجوا من النار. قال: ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه،
كذلك إنسان إن خلاص هذا ناجي هيدخل الجنة، لا ما تدخلش لغاية ما نشوف في حد من أهل النار ليه عندك شيء ولا ما فيش. لذلك الإنسان المؤمن يحاسب على نفسه ويحافظ على ألفاظه وأعماله، إنه لعله يجد إنسانا من أهل المعاصي، من أهل المعاصي يقوم يتكلم عنه ويغتاب ويتكلم عنه بسوء ويؤذيه، ويجي يوم القيامة هو عارف أنه مؤمن ومن أهل الطاعة وده من أهل المعاصي، يقول لك لا لا أنت من أهل الطاعة صحيح لكنك أذيت هذا الإنسان، القصاص، القصاص هات من حسناتك وأعطي هذا الإنسان هذا القصاص يوم القيامة. قال هنا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه حتى أقصه من حتى اللطمة، حتى اللطمة. قال قلنا وكيف وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما، قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات يعني يأخذ من حسنات واحد يعطى للتاني، يأخذ من سيئات التاني يعطى للأول. هذا الحديث ذكره البخاري تعليقا وذاك ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد حسن، الغرض بيان أنه جابر بن عبد الله سلم على عبد الله بن أنيس والتزمه واعتنقه، ففي أنه في السفر للمسلم أنه يسلم على أخيه إذا حضر من سفر أو سفر إليه ويلتزمه واعتنقه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.